السلام عليكم ورحمة الله. بعض السيارات مشكلتها إن إضاءتها ضعيفة، وحتى لو أنت غيرت اللمبات، لمعت الكشاف، ركبت كتاوت خارجي، برضو النتيجة متواضعة. وحتى لو فكرت تشتري كشاف جديد، وطبعا هو دلوقتي برقم، هتلاقي النتيجة معروفة 50 60 متر قدام السيارة وخلاص على كده. فهم علشان يحلوا المشكلة دي بشكل جذري عملوا كشافات منفصلة، حجمها صغير وضوئها استثنائي، بدون أي مبالغة 200 و 300 متر قدام السيارة، وهتشوف بعينك دلوقتي في الفيديو. فلو انت من الناس اللي عندها مشكلة ضعف الإضاءة، عايزك وانت بتتفرج على الفيديو ده تمسك ورقة وقلم وتحسب. لو انت صرفت على الكشافات والإضاءة اللي موجودة عندك دي، صرفت أقصى مصاريف، النتيجة هتكون عاملة ازاي؟ ولو انت فكرت انك تجيب الكشافات اللي انت هتشوف الضوء بتاعها دي، النتيجة هتكون لصالح مين؟ خليني الأول أوري لك قوة الإضاءة بتاعتها، وبعد كده فكر في الموضوع. على سبيل المثال، أنا هنا ماشي بالسيارة وده أقصى أداء للنور بتاعها، ولما أشغل الكشافات هتلاقي إن الوضع اختلف تماما. الكشافات إضاءتها ليد بيضة وكشف مساحة كبيرة جدا قدام السيارة ومنورة الطريق كله. مثال تاني في طريق جانبي والنور بتاع السيارة لا يزال متواضع ولونه أصفر ومنور قدام السيارة بالكتير 30 متر، لكن نور الكشافات الليد غطى على نور السيارة الأصفر وكشف مسافة طويلة جدا قدام السيارة، لو ركزت هتلاقيها تخطت 200 متر او اكتر. مثال ثالث في طريق ترابي ولا يزال نور السيارة الاصفر اداؤه متواضع زي ما هو، لكن مع الكشافات الوضع بيختلف 180 درجة. النور بيفرش يمين وشمال والمسافة طويلة قدام السيارة. خليني افرجك على الكشافات دي وبعديها نكمل اختبارات ليها على مختلف الطرق. الكشافات بتيجي في كرتونة، ده حجمها. لما افتحها هتلاقي كتيب بيشرح خطوات تركيب الكشافات وتوصيلها وتشغيلها، وده اللوجو بتاع الشركة الصانعة اوكسبيم، وهي شركة متخصصة في كل ما يخص اضاءة السيارات. ولما تشيل الغطا الفلين هتلاقي الكشافين جوه تجويف فلين بيحافظ عليهم اثناء الشحن من دولة لدولة. الكشاف الواحد وزنه كيلو جرام، ولما طلعه وقربه هتلاقي فيه 8 لدات في الداير الخارجي بيطلعوا اجمالا 11000 لومين، واللي في النص ده ليد اقوى 4 اضعاف، لكنه جوه عدسة تسمح للضوء انه يطلع مركز لمسافة طويلة قدام السيارة زي ما شفت. الكشاف مصنوع من سبيكة الالومنيوم وقوي وضد المية والصدمات المعتادة بتاعت المطبات والطرق الوعرة، وجودة التصنيع والتقفيل لا تخطئها عين، والتصميم الخلفي بتاعه بيسمح بتبريد سريع للكشاف. الكشاف عرضه 12 سنتي وارتفاعه 11 سنتي والعمق بتاعه 7 سنتي، وده يسمح لك انك تثبته في اي سيارة من جوه الاكسدام، يعني مش لازم يكون بارز بره الاكسدام، وتقدر تتحكم فيه بحيث ينور لك الطريق وما يأذيش اللي جاي في المقابل. الكشاف بيجي معاه غيارين لونهم اصفر، لو حبيت تركبهم بتفك المسامير اللي في الداير ده كله، وبعدين ترفع الفريم وتشيل الوش الشفاف وتركب الوش الاصفر وترجع تركب المسامير تاني، وساعتها الكشاف هيطلع لك لون اصفر بنفس القوة اللي شفتها، وده بيكون ممتاز في الشتاء والشبورة والايام اللي بيكون فيها ضباب كتير. بيجي معاه كيس فيه كل مستلزمات التثبيت سواء مسامير او عدة ربط، يعني مش هتحتاج حاجة من بره، ودي الضفيرة بتاعته، ولما نطلعها من الكيس هتلاقي فيشتين بيركبوا في الكشافين، فيشة في فيشة، يعني مفيش قطع وتوصيل في الاسلاك. ده طرف مباشر على سالب البطارية او جسم السيارة، وده طرف مباشر على موجب البطارية، وده زرار التشغيل بتاع الكشافات، وده الكتاب
المفاوض او الريلي اللي جاي معاه ومعزول تماما، يعني الضفيره جايه جاهزه على التركيب. وهسيب لكم الرابط بتاعه تحت الفيديو علشان الناس اللي بتعاني من ضعف الاضاءه وبتفكر تشتري كشافات جديده تكون عارفه ان في بديل يستحق التفكير فيه. حجم الكشافات دي يسمح لك تركبها في اي مكان، يعني هنا مثلا حجم المكان بتاع كشافات الشبوره يشيل الكشاف مرتاح جدا. كل ما فيها انك تقص التجويف على قد الكشاف وتركب الكشاف من جوه الاكسدام بحيث ما يبقاش بارز لبره. مثال تاني في سياره زي دي، حجم الوش الشفاف بتاع الكشاف سهل جدا يتفتح له في المكان ده ويركب من جوه بحيث الوش الشفاف ما يكونش فيه حاجه قدام منه مدرياه. وتعالى نشوف اداؤه على مختلف الطرق. لايك وشير للفيديو علشان لو حد فيكم حب يجرب الكشافات دي، وخصوصا انها بتمثل حل جذري وناجح لمشكلة ضعف الاضاءة اللي عند ناس كتير. وبعد ما تضغط على زر الاشتراك فعل الاشعارات عن طريق الضغط على علامة الجرس. بكده اكون وصلت لنهاية الفيديو، ونكمل مع بعض الفيديو اللي جاي بإذن الله.